سلام الغزالات، مرحبا بكم في القناة تاعكم. اليوم راح نحكيو على زيوت جيمي اللي كنت وعدتكم باش نهضر لكم عليهم. هاد زيوت خواتاتي عندي مدة من اللي راني نستعمل فيهم، يعني عطيتهم الحق تاعهم باش نقدر نحكي عليهم، باسكو بزاف بنات قالوا لي احلام يا درا هادوك زيوت. راني استعملتهم وراني جايه نحكي عليهم بكل صراحة، يعني ماشي بوبليسيتي، راح نحكي عليهم بكل شفافية ان شاء الله. بالنسبه لهاد الزيوت تاع جيمي، عندهم هم الويل اكسترا فيرج دو نوا كوكو، وعندهم الويل اكسترا فيرج تاع كوكو اي افوكا، يعني عندهم تاع زيت جوز الهند كما هذا اللي راكم تشوفوا فيه الابيض، برك جوز الهند، وهنا عندهم مختلط يعني ما بين جوز الهند وما بين زيت الافوكادو، مخلطينهم مع بعض. باركونتر هذا جاي وحده. بالنسبه للزيت نتاع نوات كوكو، هذا كنت هو اللي شريته في الاول، يدير 1500 دينار جزائري في جوميا، باسكو جوميا شويه تبيع الغلا. باغ كونطخ برا تلقاوه موان شير، انا ما كنتش لقيتو هنايا، حوست عليه في تلمسان، حوست عليه في غزوات، ما لقيتش. شريته من جوميا، جابوه لي حتى لهنا، وهذا كنت شريته من الحانوت في تلمسان، شريته ب 1100 دينار جزائري. بالنسبه للشحال فيه تلقاو فيه، فوالا 300 ملي، فوالا هاوليك، مصنوع في الجزائر، صناعة جزائرية. بالنسبة للرائحة تاعو خواتاتي، ما في حتى ريحة، ما تشمو والو. هذا مش معناته بلي ماشي مليح، او كونترير. التجربة تاعي نبدا بهذا تاع نواد كوكو كانت معاه جد 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 رائعة. تستعملوه، تقدروا تستعملوه قبل لا دوش ولا مور لا دوش، ما يزيدش الشعر خلاص، يعني حتى اللي عندها شعر دهني ما تخافش منه. بالنسبه اللي عندها شعر جاف كيما نتاعي، تستعملو وتعاود وما يزيدلك الشعر بتاتا. انا نستعملو حتى كي نكون دايره سيشوار، يعني كي ندير سيشوار في التالي نكمل نستعملو هكا شويه، ندير النوازات في يدي ونستعملو. في الاول كي تشريوه خواتاتي، تشريوه دايب سورتو في فصل الصيف، هو يدوب في فصل الصيف. انا راني دايرته في الفريجيدار هكا باش يشد روحو. راح نوري لكم نبدا لكم بهذا، فوالا من الداخل كيفاش يجي داير. وانا نقول فوالاني مستعمله بزاف منه هذا، ويشد بصح كي تحطوه في اليد سي بون يدوب. هاولي كي بدا يدوب، قلت لكم هذا الزينات ديالي نستعملوه قبل لادوش وندخلو، وكذلك نستعملوه كي نخرجو من لادوش، ما يزيدليش خلاص الشعر. الفوائد اللي فيه خواتاتي، يرطب الشعر، يرطب علامه ويسلكو. كي تكونوا خواتاتي تمشطوا به، كي ديروه شويه وتمشطوا الشعر تاعكم، تحسوه يدخل فاسيلمون الشعر، ما يقعدش الزيوت هذوك اللي يتقاطروا. باسكو انا كنت جربت بزاف تاع زيت جوز الهند، كنت استعملت تاع هيماني واستعملت ماركات اخرى، لو كان ندخلوا لاشين تشوفوها. كي نستعملهم شعري واللي يقطر بالزيت، باغ كونطخ هذا لا، جايه كي شغل زيت ناشفه، كي شغل هذوك الزيوت الناشفين اللي نستعملوهم، تحطوها في الشعر وما تخافوش، ما راحش يولي لكم يقطر بالزيت. باغ كونطخ تحسوا هكا كي شغل كيما البنات اللي عندهم شعر ناشف يغدي لكم الشعر، انا حسيته يغدي لي الشعر تاعي ويمد اللمعه مليحه، ما يمدش هذيك اللمعه نتاع اللي شغل شعرك راه ميدم فيه الزيت بزاف. هذا ننصحكم به، وماشي بيبليسيتي خواتاتي، راني شريته بدراهمي، لا مارك هذه ما تسمعش كاع بيا. هذا كنصيحه لخواتاتي، شريو في زيت جوز الهند، شريو هاد الماركه، روعه روعه بزاف خواتاتي. انا خرجت لي على شعري لدرجه غادي نولي نشريها غير هي، ما نشريش كامل وحدين اخرين، باسكو فريمون تنحي لي فورش، ترقد هادوك الشعيرات هكا اللي طالعين للسماء، روعه هاد الزيت. اما بالنسبه للزيت نتاع هادي الويل كوكو بلس بلوتو الويل اكسترا فياج تاع كوكو ولافوكا اللي مخلطين، حتى هي مليحه، ولكن انا عجبتني الويل كوكو وحدها، هادي حتى هي ترطب الشعر وكامل، والترطيب تاعها ما حسيتوش كيما الترطيب نتاع الويل نواد كوكو وحده. الريحه تاعها تانيك هذه ما فيها حتى ريحه، هذه ما استعملتهاش بزاف باش نكون صريحه مع خواتاتي. اللي استعملتها بزاف هذه نتاع فوالا، هذه استعملتها شويه برك وتجيني تميل للخضو هي. بالنسبه لتساقط الشعر، ما تنحي لكمش تساقط الشعر خصوصا في هذا الشهر خواتاتي، الشعر يطيح بزاف، شهر الخريف يطيح لنا بزاف، ما تنخلعوش يعني الا شفتوا الشعر تاعكم يطيح، عادي جدا كامل يطحنا شعري يطح مع الاوراق، ومازال يزيد يطيح، مازال يزيد يطيح لكم كي يكون الاوراق تطيح، يكون شعري يطيح عادي جدا.
وبالنسبه من ناحيه الترطيب، هادي ترطب الشعر، ولكن الترطيب نتاع هادي اقوى، الترطيب نتاع الويل اكسترا فيرج تاع نوا دو كوكو اقوى من الترطيب نتاع الويل اكسترا فيرج نتاع كوكو بلس لافوكا. بصح في زوج ملاه، يعني الا ما لقيتوش هادي اشريو هادي عادي، حتى هادي ترطب نتاع اللي مخلطه لافوكا مع زيت جوز الهند اللي مخلطين، حتى هي ترطب وحتى هي تمد نعومه للشعر وحتى هي تنحي لكم لي فوخش. ولكن اذا لقيتو نتاع نواد كوكو وحدها، دو بريفيرونس تشريو نتاع نواد كوكو وحدها، باسكو عندها واحد الترطيب روعه وما فيهمش الرائحه. يعني هادو تحطوا فيهم الدراهم وما تندموش صراحه، لاني من اروع الزيوت اللي جربتهم هادو هما. فوالا، انا ما نحطهاش في الجدره تاع الشعر، يعني ما نحطهاش في لاغاسين تاع شعري، باغ كونط نحطها في كامل شعري ونحطها في الاطراف نتاع الشعر، يعني وين كاين، وين يحترق الشعر، وين كاين لي فورش. وما نحطهاش كيما راني نقول لكم في الجدره تاع الشعر، باسكو دو بريفيرونس ما نلحقوش الجدره تاع الشعر ابار ولا درنا زيت اللوز ولا زيت الخروع، هذوك ملاح. هنا نكون كملت لا فيديو تاعي، ان شاء الله تكون نكون فدتكم، ان شاء الله ما نكونش نسيت حاجه، باسكو احيانا ننسى هداير ونعاود نقول يا دوماج ما قلتش الهضره هذه، دوماج ما قلتش الهضره هذه، باسكو ما نكتبش نهضر ديريكتومون. ان شاء الله نكون فدتكم، واي موضوع حابين نهضروا عليه ان شاء الله راح نهضروا عليه الا نقدر عليه ولا نعرفه بيان سور، باسكو ما نعرفش كل شيء. انا نعرف الحوايج اللي جربتهم. يجيو دي فوا البنات يقولوا لي احلام فوالا الحاجه الفلانيه الحاجه الفلانيه، ما نعرفهاش ما نقدرش نجاوبكم، ما جربتهاش. كي نجرب حاجه راني نجاوب خواتاتي بدون اي مشكل، ومرحبا بالجميع. تهلاو في روحكم الغزالات ديالي، على بروشان فيديو ان شاء الله تبقاو على خير.